تحرموني. على فكرة أغنية كثر الحديث ويا دنيا أنت حرمتيني وبعد لا تحرموني حوالي 20 أغنية من كلمات الشاعر المبدع كريم العراقي. هو أصر أن يجي يسمعكم قصيدة يهديها لعيونكم تسمعها كل سنة. ونسيت دائي إذ وجدت دوائي، فالشعر شعري والغناء غنائي. معقولة نسرق لحظات نستمتع بيها من الأعماق من فناننا كاظم؟ ما أحلى الإحساس بحنجرة وإحساس كاظم الساهر. خيرا سمعكم رسالة من أطفال العراق.